الا صحيح يا عز، كلمت لي كيمو. كيمو مين؟ كيمو بتاع المنديل الازرق، كريم عبد العزيز اللي شبهي ده. لا بقول لك ايه يا عز، صحصح معانا كده. انا اتفقت خلاص مع بابا ومامته ان انا هغني وشوقي هيمثل. بقول لك ايه، ما تصغرناش. ما تقلقوش، انا هرجع ان شاء الله من شهر العسل واظبط لكم ان شاء الله الامور كلها. ماشي يا زيكا، ما يلا نمشي بقى، الوقت اتاخر قوي. نمشي ايه؟ يلا نقوم نرقص شويه. يلا ايه ده، نرجيه مكسوره. يلا بينا احنا كمان. ليه بس واحده؟ يلا واحده ايه اهو، يلا يلا بينا. يا لهوي يا عز، ده هيفضحونا. قوم اتصرف. اتصرف اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه. ايه اللي هم بيعملوه ده؟ ده ولاد رئيس، دول ولاد رئيس، يعملوا اللي هم عايزينه. وبعدين معاك يعني، انت عايزاني امشيهم؟ هم اللي هيدفعوا. طيب يا عز، طيب تعالي نرقص، تعالي نرقص، تعالي نرقص، تعالي تعالي بقى، تعالي. في قعدك انا مدتش، ما مدتش انا، ايوه ما مدتش. في بعدك انا ما مدتش، لو كنت عاوزة تخسري كنت قولي. يلا بينا صاحبي. الحلوة اللي بعت لها كانت تبقى حب عمري، كانت هي العنوان مني، كانت ساكنة جوا قلبي، كانت عندي اغلى مني. وبعتبرها بنتي، قالتلي مش هتسيبني، وفي لحظة بعدت عني. في ناس كتير ملاش قيمة، اللي خلاص موضة قديمة. كنت فاكرك بتحبيني، ده الحب فيلم في السينما. حبتها لعبت بيا.